أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم الصحفي والمحلل الاقتصادي خالد سعد يعلق على تصريحات وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، والذي أقر بصعوبة عودة صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين للقيام بالأعمال والاستثمارات المطلوبة بدون حدوث تحول ديمقراطي في السودان. وأيضا نجود الشلالي عضو تنسيقيات لجان مقاومة عطبرة، التقيناها حول دهس طفل أمس في موكب 13 أكتوبر، وآخر تطورات محاكمة قاتل الشهيد خالد أجاك. والموسيقار الدكتور عاصم الطيب يرسل رسالة إلى أبناء النيل الأزرق حول الصراع القبلي الذي يشهده الإقليم. ونختم جولتنا بجانب من لقاء ممثل الأمين العام فولكر بيرتس في قناة العربية الحدث. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر من العام 2022. رئيس بعثة اليون التامسي يكشف عن تقارب في وجهات النظر بين كافة الأطراف ومحادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول. فولكر يتحدث عن وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين، ويقول العسكريين يجب أن لا يلعبوا دورا سياسيا في السودان. والحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني تعلن رفضها التام للتسوية الثنائية بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري أو أي تسوية ثنائية. إصابة 27 متظاهر في مواكب الخرطوم، 4 منها إصابات مباشرة في الرأس و2 في الصدر و1 بقنبلة صوتية. استجابة لمبادرة الرئيس الفاكير، الحركة الشعبية الشمال تسلم أسرى الدفاع الشعبي لحكومة جنوب السودان في جوبا. المكتب الموحد للأطباء يدعو جميع الكوادر الصحية للإضراب عن الحالات الباردة يومي قدن الأحد احتجاجا على التعدي وممارسات للقوات الأمنية داخل المستشفيات. لجنة المعلمين تتمسك بمواكب الأحد وتصف قرار زيادة الأجور بأنه تخدير وليس له جدوى حقيقية، والمهندسين يعلنون عن تنظيم موكب آخر في 25 أكتوبر الجاري. ضبط الموقع المركزي لعمليات تهريب البشر بأم درمان وبداخلها 3 متهمين مع 61 ضحية من جنسيات مختلفة. المجتمعات المحلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق تطالب بمشاورتها في تنفيذ اتفاق السلام. نائب والي غرب دارفور يقول توفير المياه وإنشاء حفائر وسدود في مناطق الرعي من أولويات حكومة الولاية لتقليل الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين. إلى اللقاء. تجددت الاشتباكات القبلية أمس الخميس في القرية 6 في محافظة والدلماحي بإقليم النيل الأزرق، حيث قتل شخصان على الأقل، وكان العشرات قتلوا في اشتباكات قبلية في محافظة والدلماحي ومناطق أخرى في الإقليم في شهر سبتمبر ويوليو الماضيين. جولة السودان التقت بابن النيل الأزرق الموسيقار الدكتور عاصم الطيب، والذي أرسل رسالة إلى أبناء النيل الأزرق عبر جولة السودان مناشدا إياهم بوقف الاقتتال، فلنستمع إليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم لكل المستمعين والمشاهدين لقناة دبنجة. أنا عاصم الطيب قريشي، سعيد جدا بأنه أدلي برأي فيما يخص بالوضع الراهن وحتى جزء من تاريخ شكل الصراع الموجود في النيل الأزرق اللي هو حاليا وصل إلى ذروته بالاقتتال الأهلي. والله أنا بقول للناس الموت ده جزء من حياتنا، والحصل حصل. الناس تفكر في الآن والمستقبل. على مستوى الآن بقول إنه كل شباب النيل الأزرق الحادق يحاول يأسس لكيانات في داخل محلياته ومدنه وأحيائه، زي ما قال أخونا بدر الدين السيمي، نحن محتاجين لحكومات ديمقراطية المدن، حكومات المدن عشان تتجاوز الصراع السياسي وتتجاوز الصراع الأنوي بتاع الأفراد والتسلط. بس الروسيرس يعمل حكومة الروسيرس وعنده منظمة اسمها كل من الروسيرس، الدمازين يعمل حكومة الدمازين بعيد عن هذا
الجدل بتاع حركة شعبية ده. أنا ما حركة شعبية ولا شيوعي ولا غيره، أنا زول مواطن مستقر السودان ده أصلا ما بلد حزبية، هو بلد بتاع مجتمعات مدنية تخدم من الصراعات الأسرة اللي رسمها الاستعمار. فسنة الأخيرة صدم هذه الجيسان والكردين كل يخلق حكومات موازية، حكومات مجتمع على مستوى حكومة الشارع وحكومة الحي بصم الشوارع، يفرضوا الغائب حاليا السلطة التشريعية ويخلق خبرات، يعني أقول بيوت خبرة طوعية تعمل يعني ترسم خططها الاستراتيجية وقبل الاستراتيجية الإسعافية وفي إسعافية خطط طوالي حاليا لأنه كيف يقدر يروم المرحلة الجوع جاي عليهم، كل الصراع ده حيخلق مشاكل بتاعت النجاعة. إذا الناس تنسى إن في حكومة خالص من الأغرب، ولا في السودان كله أصلا ما في حكومة، ده الواقع يعني. في أسفل أقول عمل حكومة مدنية سواء كان ده على مستوى المقاومة أو على مستوى حتى الناس المتحررين المستقلين من كل الأطر السياسية. شكرا لك أستاذ، وأنا سعيدة بك جدا، وشكرا لمشاركتك معنا. شكرا. الله يخليك. شكرا. تسلم. الله يخليك. دهست سيارة تابعة للقوات الأمنية بمدينة عطبرة أمس طفل مع بداية تجمع الثوار لموكب لا لعسكرة القضاء، وأن الدهس تسبب في تحطم فك الطفل وتكسر أسنانه الأمامية. المزيد حول دهس الطفل أمس في موكب 13 أكتوبر بمدينة عطبرة. التقينا عضو لجان مقاومة عطبرة نجود الشلالي لمعرفة المزيد حول حادث دهس الطفل وحول محاكمة المتهم بقتل الشهيد خالد أجاك. مرحبا نجود. الاستعدادات كان لانطلاقة موكب 13 من صينية الأمل هنا في عطبرة، وتم ترحيله للخرطوم بالإسعاف لتلقي العلاج هناك. في الولد مصاب في كم حته، أسنانه تقريبا يعني ساقطت العلوية والسفلية دي، بالإضافة لأنه في مشكلة في اليد وفي الكراع. وديل دهسون أسل تاتشر والسوار يتعرفوا عليه ويتعرفوا على رقم العربية تاتشر بتاع أبو طيرة. ايوه بالنسبه للمحاكم للان المحكمه بتتماطل، ما سلموا الحيثيات بدعه الشهيد طارق تحديدا عشان يبدو الاستئناف. الاستئناف عمره 15 يوم من النطق، والان مره فيه اسبوع لحد الان النيابه تتردد بشكل مستمر والمحامين وما دارين، في تماطل شديد ما يشرعوا في موضوع الاستئناف. بالنسبه للشهيد خالد برضو تم الحكم في قضيته المادة 130 على المتهم بتاع الدعم السريع. يعني حكم بتاع الدعم السريع القضية الوحيدة لحد الآن في عطبرة الحكم فيها ب 130 اللي هي قضية بتاعت الشهيد خالد الجو من أولاد عطبرة هنا من شباب عطبرة. أقر الدكتور جبريل إبراهيم في تصريحات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بصعوبة عودة صندوق النقد والبنك الدوليين للقيام بالأعمال والاستثمارات المطلوبة وتقديم الإعانات الكبيرة بدون حدوث تحول ديمقراطي سياسي. وأكد في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين في نيويورك أنه أخطرهم بأن التحول السياسي المطلوب بات وشيكا في السودان، وأن السودان سيشهد قريبا تشكيل حكومة مدنية نهاية هذا العام. حول هذه التصريحات استضفنا الصحفي والمحلل الاقتصادي خالد سعد. مرحبا بك أستاذ. يفهم هذه التصريحات في سياق التطورات السياسية الجارية الآن في السودان، وأقصد تحديدا المبادرات المطروحة للتسوية السياسية من أجل تكوين حكومة مدنية تنهي الحالة الهشاشة والسيولة الواضحة الآن في مجال الاقتصاد والسياسة وغيرها من المجالات في السودان. ولا بد هنا أن نشير إلى خلفيات مهمة لفهم هذا التصريح، وهو أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانوا قد أوقفوا تعاونهم مع السودان منذ انقلاب أو إجراءات التصحيحية التي قام بها قائد الجيش، لأن التعامل مع هذه القضية كان فيه رؤيتان، رؤية اعتبرت انقلابا
من المؤسسة العسكرية على الحكومة المدنية، والرؤية عبرت عنها القوى السياسية والحركات المتحالفة مع قائد الجيش، وهو أن ما جرى في 25 أكتوبر كان إجراءات تصحيحية. من الواضح أن القوى النافذة والمؤثرة في مؤسسات التمويل الدولي، وأقصد تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، قد رأت أو علمت عن هذه المبادرات والتسوية لقيام حكومة مدنية، وبالتالي فإنها قد يعني رأت أنه من الممكن استئناف التعاون الاقتصادي مع السودان. ومعلوم أن هذا التعاون كان قد وصل إلى أن تقوم هذه المؤسسات بتقديم تمويل للسودان يصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2021 وحتى 2024. وكذلك هذه التفاهمات مع المجتمع الدولي لفك العزلة الاقتصادية مع السودان، كانت حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قد توصلت إلى تفاهمات في مسألة إعفاء الديون التي وصلت إلى أكثر من 60 أو تقدر بأكثر من 60 مليار دولار. وهذه المسألة كانت مهمة جدا لتحريك علاقات الاستثمار الأجنبي داخل السودان، وبالتالي تحريك جمود الاقتصاد الوطني. أظن أن هذه المسألة يعني من المهم للسودان أن تكون لديه علاقات اقتصادية دولية، وأن يستفيد كغيره من الدول من مؤسسات التمويل الدولية. لكن السودان ظل لفترات طويلة محروم وموهوم أيضا فيما يتعلق بهذه التمويلات، محروم لأسباب سياسية كما يحدث الآن وفي فترات سابقة، وموهوم أيضا لأن هنالك اتجاه اقتصادي متطرف في تقديري يرى في الدعومات الدولية عصا سحرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وهذه المسألة بالتأكيد ليست حتى من ناحية اقتصادية ليست حلا سحريا للأوضاع الاقتصادية في السودان، ولكن المسألة مرتبطة بخليط من الموارد واستثمار الموارد الغني بها السودان داخليا وأيضا التمويل الخارجي، فهي مسألة مشتركة. والتعويل فيها على يعني أحد الجوانب يسبب مشكلة أكثر مما يحل أزمة الاقتصاد السوداني الهيكلية. هذه المسألة أظن مهمة، والتمويل الخارجي مهم لتحريك عجلة الاقتصاد، لأن الموارد المحلية نفسها استثمارها وتحريكها وتنميتها تتطلب تمويلا خارجيا، وتتطلب معرفة تكنولوجية متطورة أيضا مرتبطة بالتعاون الاقتصادي مع الخارج، وتتطلب أيضا خبرة دولية، وتتطلب أيضا مسألة مهمة جدا وهي تحديد شكل هذه الشراكة بما لا يتضرر منه المورد المحلي نفسه، ولا يكون هذا الاستثمار لصالح طرف على الآخر، ولكن لأن يكون يتم الاتفاق فيه بشكل عادل. هذه التصريحات مرتبطة بالتأكيد بالأوضاع السياسية في السودان، لأن الاقتصاد نفسه وخصوصا الاقتصاد السوداني الذي يعاني من مشكلات هيكلية يتأثر بشكل كبير كما يتضح الآن في مؤشرات عديدة، التضخم، حجم العطالة،
الأوضاع المعيشية غاية في التعقيد الآن في السودان، وكل هذه الأوضاع الاقتصادية التي يعني يمكن وصفها بأنها قريبة من حالة الانهيار الكامل، في حاجة إلى مثل هذه التعاملات وهذه التفاهمات الدولية، ولكن بالتأكيد قبل ذلك تحتاج إلى حالة سياسية مستقرة وتفاهمات سياسية ولأوضاع أكثر استقرارا من أجل التخطيط بشكل مناسب للأوضاع الاقتصادية. هذا ونختم جولتنا بلقاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، والذي أجرته معه قناة العربية الحدث حول الاتفاق السياسي والمكون العسكري، وأيضا حول المبادرات التي تشهدها الساحة السودانية. فلنستمع. أنا ما أستطيع أن أقول أن الحل سيأتي من خلال أيام أو أسابيع، ولكن أنا أشارك السودانيين في هذا الجو التفاؤلي أكثر. يعني إذا سألتني عن حالتي الشخصية، يعني أولا طبعا أنا شخص متفائل دائما، لو لم أكن متفائلا فيمكن كنت أشتغل في الصحافة مثلا، كنت أشتغل بالصحافة مثلا أو بالأكاديمية البحتة، ولكن يعني الجو أحسن كتير مما كان علي من 3 أشهر مثلا. يعني هذا الجو التفاؤلي يعني له ناس مختلفة، يعني أنه يمكن مكون العسكري لاحظ وأدرك أنهم ما كانوا ناجحين في هذه السنة، يعني من 25 أكتوبر، من انقلاب 25 أكتوبر لحلا لحتى الآن ما في رئيس وزارة، ما في حكومة فعالة إلى آخره. المدنيين صاروا واقعين أكثر كمان، أنه مش بسهولة يعني بتسكت السلطات الحالية، ولذلك يعني في تقارب بوجهات نظر، وكمان تقارب في إدراك ضرورة الخروج من هذه الأزمة وإيجاد حل سياسي. طيب، هل هي تبقى في نطاق الآمال والأحلام؟ لكن يعني هل هناك مبادرات بالفعل تستحق أن تكون أرضية صلبة للاجتماع لحل هذه الأزمة؟ بالتأكيد هناك مبادرات جدا بناءة، وأكثر من ذلك هناك محادثات يعني بين المقاولين العسكري وبين المدنيين وبين المدنيين أنفسهم. فيعني تقريبا كل الفعاليات السودانية بيحكوا مع بعضهم البعض، مش بضرورة في طاولة واحدة، ولكن في محادثات الكل يتحدثون معنا وإحنا نتحدث مع الكل. المهم فيما يتعلق بالمبادرات، طبعا الكلمة يعني له يعني مضمون واسع جدا، ولكن إذا نحكي عن مبادرات تجمع عدد لا بس من أقوى السياسية إلى آخره، فشفنا أنه كان هناك يعني في بداية 4-5 مبادرات مختلفة، فصار مبادرة واحدة منهم فهي المبادرة حول المحامين أو نكابة المحامين، صار هي تقريبا تجمع حوليها الكتلة الحرجة يعني من القوى السياسية، يعني أكبر عدد من القوى السياسية المدنية، بما في ذلك بعض القوى التي عندها مبادرة خاصة لها ولكن قبلت أن تتعاطى مع هذه المبادرة الوحدة التي إجت بمسودة دستورية تفصيلية إلى حد ما. فيعني أنا غربتي فأملي أنه بعض من قادة المبادرات الثانية كمان تقبل أن تتعاطى مع هذه المبادرة التي صارت الرئيسية والتي صارت تدخل في محادثات مباشرة مع المقاومة العسكرية. أين تكمن العقدة في كل تلك المبادرات؟ العقد ليست بالمبادرات أو بالمضمون. يعني في هناك، وأقول هذا للأسف، يعني في شوية مشكلة
خلينا نقول مشكلة زعامة أو علاقات شخصية أو غربات مصالح شخصية في أن يعني نستطيع أن نقول مثلا يعني. ولكن إذا عملنا مقارنة بين مضمون المبادرات الرئيسية فنرى أنه الـ 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 الاختلافات يعني ليست كبيرة إطلاقا، يعني أنه الكل يتفق على حكم مدني، الكل تقريبا يتفق على رئيس دولة أو رأس دولة مدني، الكل يتفق تقريبا على رئيس وزارة مدني عنده قوة تشكيل حكومة، الكل يتفق وهذا مهم جدا على فترة انتقالية جديدة قصيرة مش أكثر من 18 إلى 24 شهر وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. يعني هذا كل يعني ما في يعني الفرق بين مبادرة ومبادرة سهلا أن نعبرها. اليوم هناك أيضا يعني من يتحدث بإقصاء المكون العسكري عن المشهد السياسي، هل هذا منطقي ومقبول بأن يقصى الآن رغم ما حدث قبل عام؟ ولا المكون العسكري موجود، يعني ما في شك فيه، فقام بهذا الانقلاب 25 أكتوبر، فهلا يعني في هذه الفترة يعني من سنة تقريبا يشكل السلطة الرئيسية الفعال. فإحنا نقول فأكثر المجتمع الدولي يقول وطبعا السودانيين أكثريتهم يقولون أنه الجيش والعسكر بالسودان بشكل مؤسسة محترمة جدا، فالكل يتفق على ضرورة وجود جيش قوي موحد، جيش واحد، جيش وطني واحد قوي، لأنه البلد يعني في محيط جيوسياسي مش سهل، يعني يعني في عدم الاستقرار في الجوار، فلذلك يعني جيش قوي يعني مهم. ولكن خلينا نقول الجيش والعسكر لازم يكونوا جزء من المؤسسات ولكن خارج السياسة، والسياسيين لازم أن يلعبوا السياسة، ومش ممكن أو مش يجب أن السياسيين لا يكون لهم جيوش خاصة. عند هذه النقطة اليوم هل تتلمسون بالفعل أنه العسكر سيتركون الساحة للمدنيين؟ هل أعلنوا أكثر من مرة؟ بالضبط، وهذا يمكن يعني من هنا يجي التفاؤل، لأنه يعني أكدوا استعداداتهم لأن يتركوا الساحة السياسية أكثر من مرة. أول من مرة جنرال برهان رئيس مجلس السيادة أعلن عن هذا بأربع يوليو، وبعدين نائبه سيد حمتي أعلن نفس الشيء، وبعدين أكدوا هذا لجمعية مختلفة، يعني حتى للجمعية الأمومية بالأمم المتحدة. فطبعا يعني كان هناك من لا صدقهم، فإحنا قلنا لكل القوى المدنية التي قالوا لا ما نصدق العسكر، يعني جربوهم، يعني عدوا مع بعضكم البعض وعدوا مع العسكر، فيعني هم وادوا أكثر من مرة جربوهم، فيعني إذا ما جربتوهم يعني فبعدين يعني ما بتشتكوا. طيب بالأمس عدنا من دارفور الحركات المسلحة، هل هي من تقصد بأنه يجب على السياسيين أن لا يكون لديهم جيوشهم الخاصة؟ طبعا وجود الحركات المسلحة والتنظيمات المسلحة له تاريخ، فله يعني لهذه الحركات مشروعية معينة مترفة عليها، مثلا يعني في اتفاقية جوبا. ولكن إذا بدنا مستقبل مستقر للسودان، ما ممكن يعني يكون في السودان 5-6-7 جيوش مختلفة. فلذلك بتأكد أنه في أي مشروع دستوري أو في أي إعلان أو اتفاق سياسي سيكون هناك اتفاق على ما يسمى بإصلاح القطاع الأمني، فدمج القوات المختلفة إلى جيش قومي أو وطني واحد. هذا قد يحتاج لوقت ويحتاج لإصلاحات ويحتاج لترتيبات، ولكن
يعني هلا نحكي عن انتخابات يمكن في 18 شهر أو 20 شهر يعني صعب نتصور أن حركة أو حزب يدخل الانتخابات ومعه جيش بينما غير الأحزاب يعني فقط أحزاب مدنية يعني هذا لا يشكل توازن أبدا عدالة أيضا في يعني عدالة يعني إحنا نحكي عن ولكن التوازن. أيضا يتحدثون بأنه السياسيين أو المدنيين ليس لديهم هذا التمثيل هم موجودون على الأرض وبالتالي لديهم ثقل يعني السياسيين والأحزاب موجودة يعني في بعض الأحزاب يعني غير موجودة خارج مكاتبهم يعني في خطوم ولكن في أحزاب حقيقية يعني منها أحزاب قديمة يعني موجودة من استقلال السودان ومنها أحزاب يعني شكلت يعني من خلال 30-40 سنة الماضية وفي الحركات التنظيمات المسلحة فالبعض منهم بتأت سهل عليهم يتحولوا إلى أحزاب أو إلى حركات سياسية فهذا حسب يعني قراءتي لاتفاقية جوبا هذا الهدف مشترك كمان أنه هذه الحركات خطوة خطوة تندمج إلى جيش وإلى شرطة إلى آخر أو إلى الحياة المدنية فقادة هذه الحركات وأعضاء يحولوا إلى حزب سياسي يعني سنتين على هذه الاتفاقية النازحون في معسكرات النزوح بدأوا يفقدون الأمل بالعودة إلى قراهم جزء منها المجتمع الدولي يحملون المسؤولية يحملون المسؤولين علينا ولكن كمان على الدولة على الحكومة على حكومة الفيدرالية على حكومة الإقليم مجتمع دولي مستعد أن يساعد في حل هذه المشكلة ولكن في هناك وظائف للدولة لازم أن تقوم الدولة وتقوم السلطات بها أولا مثلا بعطيك مثال واحد طبعا أحد من الروت كورسس يعني من الأسباب الجوهرية لأزمة النازحين والعنف هو مسألة الأرض ومن يملك الأرض والحواكير إلى آخره فيما يتعلق بالمبادرات طبعا الكلمة يعني له يعني مضمون واسع جدا ولكن إذا نحكي عن مبادرات تجمع عدد لا بس من أقوى سياسية إلى آخره فشفنا أنه كان هناك يعني في بداية 4-5 مبادرات مختلفة فصار مبادرة واحدة منهم فهي المبادرة حول المحامين أو نكابة المحامين صار هي تقريبا تجمع حوليها الكتلة الحرجة يعني من القوى السياسية يعني أكبر عدد من القوى السياسية المدنية بما في ذلك بعض القوى التي عندها مبادرة خاصة لها ولكن قبلت أن تتعاطى مع هذه المبادرة الوحدة التي اجت بمسودة دستورية تفصيلية إلى الحد ما فيعني أنا غربتي فعملي أنه بعض من قادة المبادرات الثانية كمان تقبل أن تتعاطى مع هذه المبادرة التي سارت الرئيسية والتي سارت تدخل في محادثات مباشرة فلذلك بتأكد أنه في أي مشروع دستوري أو في أي إعلان أو اتفاق سياسي سيكون هناك اتفاق على ما يسمى بإصلاح القطاع الأمني فدمج القوات المختلفة إلى جيش قومي أو وطني واحد هذا قد يحتاج لوقت ويحتاج لإصلاحات ويحتاج لترتيبات يعني صعب نتصور أن حركة أو حزب يدخل الانتخابات ومعه جيش بينما غير الأحزاب يعني فقط أحزاب مدنية يعني هذا لا يشكل توازن أبدا بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء.